كيما من رزق. عودنا القصة ديالك. عودتي أنا بنت مراكش. كنت عايشة في الزنقة. في مراكش. أمي تتقول لي سيري جيبي الفلوس. بقيت تنخرج الزنقة تنبغي ندخل للدار. تنبغي ندخل للدار تتقول لي سيري خرجي إلا ماشي ديال الفلوس ما تدخليش للدار. باش تطلبي باش تجيبي. تنطلب باش نجيب الفلوس. لا ما قريتش لا. لا ما خلاونيش نقرا حيت أنا كبيرة في خوتي. وخرجت للزنقة. صافي بقيت عايشة فيها. في مراكش. تعرضت لاغتصاب مي كنت صغيره. صافي بقيت هكاك ما حملتش مع المده حملت هذاك الاغتصاب. فهذاك الاغتصاب شحال دازت تقريبا؟ ما اش بنقول لك ما عرفتش انا تقريبا شحال، ولكن المهم ولدت بنيه عاشت معايا في الزنقه في مراكش. بقيت معاها في الزنقه. بقات معايا في الزنقه. لا لا ما كاينه جمعيه لا والو. لا ما كاين حتى حاجه. صافي عايشه في الزنقه. نزلت المده جيت لاكادير. جيت لاكادير زعما كراو لي شي ناس وداك الشيء مي الكرامه ما بقاش نخلص. لا ما خدمت ما والو، الناس اللي وقفوا معايا باش نكري. وكريت وكل شيء ومرا الدار معاه ما تنجيب لها لا فلوس لا والو، معاه ما خدامه جرات عليا للزنقه. خرجت للزنقه عاوتاني و تكرفص ديال بصح ومات ليا بنتي. شحال مدة بزاف؟ مدة بزاف 5 سنين تقريبا بحال هكاك. تنبقى نخاف والله ما تنعس بالليل، تنبقى الليل كامل وانا فايقه ما تنعس للصباح. تنكمل نعاسي في القهاوي تنبقى جالسه حتى تنعس. صافي ومن تما مات لي بنتي الله يرحمها. ما كرش نحيد من الزنقه. الناس اللي تعطوني ناكل وكل شيء تعطوني ناكل تيتعاونوا معايا الله يجازيهم بخير. صافي الناس اللي تعاونوا معايا تنتعرض ليه مره اللي ما تيعرفني زعما اكثريه تنخاف شي واحد يجي سكران ولا شي حاجه ويخسرني ولا شي حاجه بحال هكاك. تيبي يديروا هكاك ولكن تيرد ليا العساس البال. كاين العساس وهنايا ما تنخاف حتى حاجه غير هي البرد وصعيب الانسان يبقى في الزنقه حتى لهاد المده حيت بزاف صعيبه بزاف. كنتي عايشه 5 سنين في الزنقه. كيفاش كدوزي هاد البرد واش طاح؟ مخبيه. البرد بزاف تيجيبوا لي الناس المانط وكل شيء، وكاين بعض المرات اللي تنحطهم هنايا في هاد البلاصه هادي وتيديهم ليا. هنا دابا انت 5 سنين في الزنقه ما عمرتي جمعيه جات تعاونك ولا شي؟ لا ما كاينه جمعيه لا حتى حاجه والله ما كايناش. لا شنو تقولي لهاد الجمعيات اللي ما كيساعدوش الناس؟ شي حلو هي شي باب صغير واخا الانسان يوقف على رجليه ويخدم يعاونو تي يلقى شي خدمه. حيت الصراحه قلبت على خدمه عييت ما نقلب ما لقيتش. لا ما كايناش. حاولت شحال ما دير شي حاجه تبيع وتشتري ما كرهتش، ولكن ما كاينش اللي يعاونك ولا اللي يوقف معاك في هذه اللحظه هذه. تنبغي غير انسان هي واخا غير انسان غير على الاقل واخا شي شويه بعدا يعاونني غير ندير شي حاجه شي مشروع ما كرهتش، ولكن ما لقيتش اللي يعاونني. بزاف تنقول انا علاش يا ربي تسمح ليا، علاش انا اش ندير في الدنيا كاع، علاش عايشه كاع في الدنيا، علاش انا ما تندير حتى حاجه ما تنستافد ما والو. لا ما عمرني تزوجت. قلتي البنيه اللي تزرت عندك مات لي. حتى كبرت ولات عندها 10 شهور وماتت هي مطلع. مات لي في البوسيت في الزنقه مع البرد وداك الشيء. تتبات معايا في الزنقة. باقا الحيمة يلا تزادت وتتبات معايا في الزنقة. أنا تنطلب هي شي مساعدة غير على الأقل غير يشوفوا لي شي خدمة ونكريت أنا نحيد من الزنقة، واخا غير على الأقل يساعدوني النهار الأول نوقف على رجليا وما عمرني. الله يجازيهم بخير والله يرحم بها الوالدين. ولا كانت شي خدمه واش تقدري تخدمي؟ نقدر نخدم. الخدمه ندير الميناج، نخدم في شي وطي، نخدم ندير اي حاجه، نغسل الماء على الداخل، صافي هادشي اللي كاين، ندير اي حاجه، المهم خدمه مزيانه وصافي.
النيده ديالك الجمعيات اليوم شنو؟ يعاونوني ويقفوا معايا والله يجازيهم بخير. لا كانوا نيت كاينين فعلا شي جمعيات، حيت والله ما نكذب عليك ما كاينينش، حيت ما بقاوش. لا والله ما بقاو الجمعيات، تنبغي نحاول تنبغي نقلب على جمعيات ولا شي حاجه ما كاينينش. الظروف ديالك في الصنطه كيفاش كتعيشي؟ عاونتي الدراري هي صعيبه بالنسبه لي، ما نبغى حتى شي بنت اخرى صراحه. بهاد التجربه اللي جربتها على الزنقه ما نبغى حتى شي واحد اخر. حكيمه ما كتخلي ما كتقول لا 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 لا، كنت ندير داكشي كون الله لحني يا ربي، كون وليت في شي حاجه اخرى اللي اكثر من هكا. الحمد لله ربي دار لي تا ولد الخير، ما وصلش ل تيتبلا. لا انا لا لا انا لا هو اللي باقي عايش باقيين. عمرك تواصلتي معاهم وما عمرو تواصلوا معاك باش تمشي لعندك؟ تنسول فيهم في التليفون، تهضري معاهم؟ تنهضر معاهم نسول فيهم، ولكن المهم اللي ما عندهاش ما عنديش الفلوس ما نجيش للدار. خاصني ضروري ندي الفلوس للدار باش نعطيه ليها. اشنو مطلوب اليوم من المغاربه؟ تنطلب المغاربه يعاونوني ويوقفوا معايا كاع، لا بغاو هما يجيو يتاكدوا يكريو ليا بيديهم، ما محتاجه انايا، بغيت غير اللي يعاوني نكري صافي. هنا في تنعس في هذه البلاصه هذه باللي تنفرش، حين دابا بنهار تنجمع مع السبعه الصباح تنبقى فايقه. تيجيني البرد صراحه، تيجيني البرد والناس يعطوني المانط، كاين واحد تيجيبوا لي البنات الحوايج صافي، وتنبدل هي في القهوه ولا شي حاجه. شحال النمره ديالك اللي باغي يعاون؟ شحال النمره؟ 06 05 06 55 06 55 23 17 54 06 55 23 17 54. بغيتي المغاربه يساعدوك باش تحيدي من هذا؟ والله ما كرهت نحيد من هذا السنقه هذه. بغيت والله، عييت ما نكذبش عليك، ديما تنطلب الله بالليل وبالنهار باش نحيد من هذا السنقه، حيت عييت فريمون عييت. بزاف لا صراحة تنمرض بعض المرات، والله الا تنمرض والناس اللي تيجيبوا لي الدواء تيقولوا لي هاكي شربي، لبسي حوايجك ما تبقيش زعما لبسي مزيان، وتيجيبوا لي المان تنتغطى. كنت كل بلاصة فين تنعس هي باش ما يهدرش معايا شي واحد وما يشوفنيش بلي راه تنعس في الزنقة. الصباح تنفيق بكري باش ما يشوفني حتى شي واحد ناعسة. وكاين بعض المرات اللي انت تقدر تسول هاد الملحمة اللي حدايا، بعض المرات راه ما تنعسش بالليل، نعس بالليل ما تنعسوش حتى للصباح، وتنبقى ناعسه في هاد البلاصه هادي حتى ل 12 ل 12 النهار. تنبقى ناعسه باش ما نعرفش فين كتمشي دابا في هاد الوقيته. حدي هنايا في هاد البلاصه هادي ما تنفوتش. كاين بعض الناس كيتعاون على حساب المعيشه. على حسب الماكله. حكيمة بغات غير شي خدمة وشي دار باش صافي، هادشي اللي بغيت. وجه النداء ديالك للمغاربة اللي بغا يساعدك. تنوجه النداء ديالي للمغاربة والله يجازيكم بخير، أنا بغيت هي باش نكري وبغيت هي شي خدمة، ما كرهتش كيما كانت شي خدمة الميناج، تكون هي خدمة مزيانة وإنسان يدير على شي يرجع فيها، صافي هادشي اللي كاين. حكيمة خرجتي للزنقة من 12 عام. شحال دابا عمرك؟ 26 عام. 26 دابا طالعه ل 27. نفس المشكل، ومراكش بزاف تعرضت لبزاف شي حاجه خايبه. تيتعداو عليا تيديوني صحه. تيتكرفسوا عليا. كنت صغيره صراحه. شي خمسة المرات في مراكش اللي كانت وجهي بيخسروني في وجهي، وربي عاوني لقى لي الناس مزيانين وعاونوني من هذوك اللي كانوا بيتلقاو ليا. كنت خرجتني امي تنطلب بالنهار تنبقى حتى الليل في المدينه، وهذاك الشيء جا واحد جرني صحه، داني في الطوموبيل وداني واحد الخلا وتعدى عليا. قال لي راه بغيت نعاونك وبغيت ما نخليكش بقيت تطلبي هكا.
اه قال لي اجي نعاونك وداك الشيء، اجي يلا معايا وداك الشيء. قلت لي واخا، امي مشيت معاه اداني صحه اه باش يعاونني. وقال لي راه نكري لك ونقف معاك، ما تبقيش قاعد تمشي عند امك ديري لها الفلوس وقفي ونعاونك حتى تلقاي خدمه. اداني في الطوموبيل وتعدى عليا صحه. لا تيتعداو عليا في الزنقه بالليل. اه كنت نبات في الزنقه. اه انا ما كرهتش يعاونوني الناس ويقفوا معايا، يجي يتاكدوني ها النمره عندي، يجي عندي طل اكادير في ليراك. انا كاينه هنا هنايا فين تنبقى في الزنقه، ما تمشي فين تنبقى هنايا، هنا فين تنبقى هنايا في هذه النواحي هذو، ما تمشي حتى بلاصه. عاودي النمره هذه 0655 23 17 54. انا بغيت شي مساعده غير نستقر، نحيد من الزنقه والبرد ونخدم صافي. هادشي اللي بغيت، ما الصراحة الخدمة ما كايناش والله. قلبت تنقلبت تنمشي حين تعرفيني، حين تنباتي هنايا اه في الزنقة. هذاك الشيء علاش ما تيبغيوش ما تيبغونيش نخدم.